السلام عليكم أحبتي، اليوم بس حبيت أراويكم عش التفريخ اللي جاي أستعمله لطيور الباجي بالنسبة للتربية الفردية. طبعا هو الأشكال الأعشاش كثيرة ومتنوعة، ومنها الجاهز ومنها التفصال ومنها الموجود بالسوق. أكو نوعيات رديئة وأكو نوعيات جيدة ولكن غالية، بس أنا حبيت أراويكم النوع اللي جاي أستعمله، اللي هو جاي أفصله يم النجار وبسعر زهيد جدا. يعني بالنسبة لهذا العيش هو ب 3000 دينار عراقي. طبعا مثل ما جاي تشوفون الطول تقريبا 28 سنتيم، اما العرض انا مسوي 13 سنتيم، انت تقدر تخليه 15 سنتيم. العيش طبعا باب علوي ينفتح بهذه الطريقة مثل ما جاي تشوفون، وهنا عندك الخشب من النوع الخشن، اكدت عليه على مود لا تصاب الافراخ بالكساح طبعا. وهذه مسوي لي فتحه اللي تضع بها الانثى البيض، ومثل ما جاي تشوفون يعني الباب ينفتح بهذه الطريقه. وهي عندنا هنا مسامير تغلق الباب، والخشب طبعا من النوعيه الجيده، انا اكدت عليه انه يكون من الخشب القوي طبعا. وكمبدئيا عمره الافتراضي يعني حسب خبرتي يعني 3 إلى 4 سنوات العش ما يصاب بأي أضرار يعني نهائيا، لأن الخشب قوي وترتيبه يمنع الأنثى من أنه تقرض الخشب بمنقارها. وأعيد عليكم يعني بالنسبة للسعر، السعر جدا بسيط، هو 3000 دينار بالنسبة لهذا العش. أما عش الزيبرا فينش اللي يكون تقريبا لهنا فذاك سعره 2500 دينار. وبكل الحالات يعني انت سجاد تشوف بالسوق الاعشاش السورية اللي تفرخه وحدة الانثى تقرضها سعره 2500 ويوصل حتى 3000 دينار. لكن هذا العش عش نموذجي وعن تجربة، وانصحكم بان تعملونه اذا اكو نجار يمكم يقدر يسوي لكم بهذا السعر الموجود. واتمنى استفاديتوا من هذا المقطع. أخوكم حماد الأمارة.